بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، انتهينا في تفسير سورة الفرقان إلى قوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في ما اختصره من كلام الحافظ ابن كثير في معنى هذه الآيات، يقول تعالى مخبرا عن تعنت الكفار في كفرهم وعنادهم في قولهم لولا أنزل علينا الملائكة، أي بالرسالة كما نزل على الأنبياء، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم أيضا في قوله قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. ويحتمل أن يكون مرادهم هاهنا لولا أنزل علينا الملائكة أي نراهم عيانا، فيخبرون أن محمدا رسول الله، كأن هم إما طلبوا يبقى كل واحد منهم ينبأ على حدة فينزل عليه الملائكة بالوحي، وإما على الأقل يكون معنى طلبهم أنهم طلبوا أن تأتيهم الملائكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم تخبرهم أنه صادق. يقول وقالوا أو نرى ربنا، يعني كأنهم بيقطعوا الأمل في أنهم يؤمنوا بمجرد الحجج التي أتتهم. ولهذا قال تعالى إجابة على هذا الطلب: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ثم بين لهم أن هذا الطلب يجاب، ولكن في وقت لا ينفعهم حينئذ إجابة هذا الطلب ولا ينفعهم الإيمان، فقال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، أي هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم، بل يرون الملائكة في يوم لا بشرى لهم فيه يومئذ، وذلك يصدق على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار وغضب الجبار، فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه: اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سموم وحميم وظل من يحموم، فتأبى الخروج وتتفرق في البدن فيضربونه. لهذا قال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، وهذا بخلاف حال المؤمنين في وقت احتضارهم فإنهم يبشرون بالخيرات وحصول المسرات. ثم قال ويقولون حجرا محجورا، أي وتقول الملائكة للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم. هذا على أحد الأوجه في تفسير هذه الآية أن هذا الكلام من كلام الملائكة، فإذا كان هذا القول من قول الملائكة فيكون معناه أنهم يخاطبون الكافرين قائلين لهم حرام عليكم الفلاح، وإن كان القول من قول الكافرين فكأنها استعاذة حينما يرون ملائكة العذاب، ولكنها استعاذة لا تنفعهم حينئذ. ثم قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من خير وشر، فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها من جاء لهم شيء، لأنها فقدت الشرط الشرعي،
إما الإخلاص وإما المتابعة. شروط قبول العمل ثلاث: الإيمان بالله ابتداء، ثم في كل عمل من الأعمال الإخلاص ومتابعة السنة. فهؤلاء يفقدون أحد هذه الشروط، بل قد يفقدونها جميعا، فحينئذ يكون هذا العمل مع أنه عمل من المشركين بقى لهم طاعات، كانوا يقومون بحق البيت، كانوا يصلون الرحم، كانوا يطعمون الضيف، ولكن كل هذا لا ينفعهم لأنه فقط شرط قبول العمل. فجعلناه هباء منثورا، معلوم الهباء يعني ما يكون من ضوء الشمس، إذا دخل في مكان مغلق تجد غبار يعني بسيط جدا، أو ما يكون مما تثير الدابة خلفها من غبار، أيا ما يكون هذا شيء، وإن كان له حقيقة مادية إلا أن صاحبه لا يستطيع أن يتحصل منه على شيء. لا تستطيع أن تجمع الغبار الذي تخلفه الدابة إذا سارت، ولا تستطيع أن تجمع ذرات الغبار التي تثيرها الشمس إذا دخلت في مكان مغلق. كل هذا كأعمال هؤلاء القوم لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ثم قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي إذا كان هؤلاء قد صارت أعمالهم هباء منثورا، فإن أصحاب الجنة يكرمهم الله تبارك وتعالى بالدرجات العالية والمقام الأمين وحسن المنظر. كما ذكرنا نحن الآن في القطعة الثانية من الصورة، الربع الثاني تقريبا من الصورة، وهو يتشابه إلى حد كبير جدا في مقاصده مع الربع الأول منها، بيد أنه يختلف عنه في واقعه ويختلف عنه في ترتيب عناصره. وهذا كما ذكرنا نوع من إعجاز القرآن في التفنن في عرض الفكرة الواحدة بأساليب متنوعة كلها كاف شاف في أعلى درجات البلاغة، وهذا أكثر إعجازا للخلق، لأنهم عجزوا أن يأتوا بمثل الآيات الأولى، مع أن نفس المعاني ما زال يمكن أن تأتي بعبارات وبأداء في نفس درجة البلاغة، ولكنها أيضا تعجزهم، وهكذا. كما ذكرنا إن كان الآيات من أول السورة إلى هذا الموطن ذكرت ما يتعلق بعقيدة المشركين في الله وفي القرآن وفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ذكروا من معاذير تحججوا بها تمنعهم من الإيمان. ثم واجهتهم الآيات بالمانع الحقيقي من إيمانهم بقوله تعالى: بل كذبوا بالساعة. وكان هذا هو المدخل اللي منه انتقلت الآيات من عرض ما يقول هؤلاء إلى النظارة: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعير. وبعد النظارة بالساعة ذاتها أو بالسعير ذاتها بالنار، جاء بعدها إن وأبلغ من ذلك إن في عذاب قبلها كمان: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. تعالى هنا بدأت الآيات بإيه؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا، مش هي دي بل كذبوا بالساعة؟ الترتيب هنا معكوس، بس الآيات كأنها بتعاد تاني، لكن هنا قدم السبب الذي حجزهم عن الإيمان، فكأن الآيات الأولى كانت تتكلم هم بيقولوا إيه، وادخرت ذكر المانع الحقيقي من الإيمان لهم إلى نهاية تقرير أقوالهم، وبعدين بيتعاد الكلام تاني، تفنن في تقرير الفكرة وأعادتها على القلوب والعقول. ومن كان له قلب فليعي، هنا يبقى بدأت الآيات هنا من حيث انتهت الآيات التي قبلها. الآيات التي قبلها كان بعد ما عرض الكلام كله انتهت إلى بل كذبوا بالساعة. طب هنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا،
يبقى هم دي تكافئ تماما بل كذبوا بالساعة. ومع إعادة ذلك في نوع من التنوع في ذكر ما اقترحوه، مع إنها كلها داخلة في نفس الإطار، اقتراحات يزعمون يتعللون بها عن الإيمان. قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، بقى هنا يعني من نفس جنس اللي اقترحوه قبل كده، واقتراحات يتعللون بها عن الإيمان، والمانع الحقيقي أنهم لا يرجون لقاء الله، المانع الحقيقي أنهم كذبوا بالساعة. ولكن لما ذكر هنا بعض العلل الأخرى كان الجواب مناسب لها، فالعلل هنا فيها قدر من الاستكبار والعتو أكثر، لأنهم يروا أنفسهم في منزلة أعلى من أن يسمعوا لرسول بشري، مع أن نعمة إرسال الرسول البشري أعظم نعمة لهم، أن الله تبارك وتعالى يعلمهم بنفسه ويعرفهم بنفسه ويرسل لهم من يعرفهم بحقيقة وجودهم وبمصيرهم ومآلهم، فيعرضوا عن ذلك فيشترطون لابد وأن يكون مع هذا الرسول البشري رسول ملكي، أو أن يروا الله تبارك وتعالى ذاته. الذي يستشعر بالخطر، الذي يرجو لقاء الله، لو ان هم يعني يستشعروا ان في حساب وفي جزاء وفي جنه وفي نار، اللي بيستشعر الخطر ما لا يتشرط مثل هذه الاشتراطات، بمعنى انه يكفيه ان ياتيه السبيل الواضح الذي يطمئن اليه انه سبيل النجاه فيسارع اليه، ولكن هذا كله ناشئ من انهم كذبوا بالساعه وانهم لا يرجون لقاء الله. هنا من اللفتات البلاغية الجميلة أيضا أنه في إجاباتهم على ذلك قدم ما يوهم أن أجيبوا إلى كلامهم، يوم يرون الملائكة، إذن يبقى في يوم سيرون الملائكة، وهذا ثم كان الإجابة أن لا، ده مش ده اللي هم طلبوه خالص. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، فهذا من ألطف ما يواجه به المعاند في صور البلاغة، في أنه يوهم بأنه أجيب إلى طلب، يعني طلبه غير منطقي وغير عادل ولا ينبغي أن يجاب إليه، فيكون من نوع الاستهزاء به والتبكيت على طلبه الغير مناسب ذلك. فقدمت الآيات، خد بالك أن من النادر في الكلام المعتاد أنك تقدم الظرف يوم يرون، انت هتقول يرى لو هتقول الكلام بتاع ابتدائي زي ما قلنا قبل كده، لان دايما يجي المستشرقون والمنصرون وهم حدود علمهم في علم النحو ابتدائي او اعدادي او كتاب القواعد الاساسيه في النحو والصرف ده، او هم يتجاهلون، يقول لك خلاص انت هتقول ايه لما تيجي تقول الكلمه دي، ضع هذه الكلمه في جمله من تعبيرك زي ما بيجيبوها في الامتحانات، يقول يرى المشركون الملائكة يوم القيامة وهم مبرزون لهم علامات الغضب، ده الكلام أو قول ده كلام البشر أو ونحو ذلك. لكن ها هنا باب التقديم والتأخير في اللغة كما ذكرنا هو ده أبواب البلاغة. بقى اللغة العربية خلق الله تبارك وتعالى قبل أن ينزل القرآن وفيها هذه السمة، ربما الكلام ده يبقاش مساعد قوي في اللغات الأخرى. ليه؟ اللغة العربية فيها حاجة اسمها علامات الإعراب، أنت ممكن تنقل المفعول قبل الفاعل، بس ما دام أنه هو منصوب بقى معروف أنه هو إيه؟ مفعول. فاللغة العربية بأبواب التقديم والتأخير فيها أوسع بكتير جدا من أي لغة تانية. الله تبارك وتعالى خلقها واختارها لينزل بها هذا الكتاب الخاتم، فهنا قدم الظرف عشان يوهم ان في يوم سوف يجابون الى طلبهم، يوم يرون الملائكة، ثم تكون المفاجأة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجور. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهذا من طبعا الاعمال مخلوقة، اعمال العباد مخلوقة، والله تبارك وتعالى يعيد خلقها يوم القيامة
على هيئات كما يعيد خلق العمل الصالح والعمل الفاسد في القبر على هيئة رجل يعني طيب الرائحة يؤنس صاحبه بالنسبة للعمل الصالح أو العكس بالنسبة للعمل الفاسد، تخلق الأعمال خلق آخر. كما إن الصيام والقيام وقراءة القرآن كل دي أشياء مخلوق، أنت بتقرأ قرآن بتحرك لسانك بتحرك شفتيك بتحرك هواء، كل دي خلق يخلقه الله عز وجل خلقا آخر يوم القيامة، فيكون عمل العباد لكي يوزن فيخلق وخلق آخر يوزن به، وكذا يكون خلق أعمال العباد الكفار التي ظاهرها الصلاح ولكنها مفتقدة لشرط الإيمان بالله وشرط الإخلاص لله تبارك وتعالى، إن هذه الأعمال تأتي هباء منثورا. وهذا المعنى جاء في القرآن بعدة تعبيرات، وذا أيضا كما ذكرنا من حسن التفنن جاء تشبيه بالسراب كما في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع، سراب في صحراء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، وهذه كلها من أبلغ الأمثلة وكلها تدور حول معنى واحد. أيضا كما ذكرنا افتتاح السورة كانت بتقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وبالتالي نحن نتوقع أن النظارة في السورة تكون أكثر من البشارة، ولكن وظفت فيها البشارة أحيانا من باب الموازنة والمقارنة وبضدها تتميز الأشياء. فكما كان أيضا في الآيات الأولى احنا قلنا احنا كأن نفس الأفكار ونفس العناصر بتتكرر بصياغة أخرى وبتنوع في الأداء أثناء عرض ما يلاقي المشركين من عذاب، قال قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. هنا أيضا في ثنايا عرض ما يلاقيه هؤلاء قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيل. فانظر إلى كيف تقرر نفس الأفكار بألفاظ وآيات تضارع أخواتها في البلاغة والبيان والإفحام، وكل ده ينزل منجما والمشركون عاجزون عن معارضة الآيات الأول وعاجزون عن معارضة الثانية والثالثة وهكذا. ومن المعاني ما تكرر في القرآن مرات عديدة وفي كل مرة يتكرر بتنوع في الأداء والنظم والتشبيهات والتصويرات، وكلها كاف في تحريك القلوب لمن أحضر قلبه عند سماع القرآن. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.